قدماه ثابتتان على الأرض وإنجازاته ترتقي إلى ما فوق السحاب. يحلم بعينين يقظتين تحت قرصِ الشمس ويجرؤ على الغوص في الزمان والمكان وفي نحت الذاكرة ورسم التاريخ وهندسة الجغرافيا. قادر هو على ملامسة الغيمة وجعل الفيل يطير والجوامد تتحرك والأرض تمرح مع الفضاء وعلى التناغم ما بين المكونات، جاعلا من المستحيل ممكنا ومن الممكن تحفة تدهش. نديم كرم المهندس المبدع في حديث آخر يتجاوز الوقت والمكان. أصدقائي المشاهدين مساء الخير، نديم كرم مساء الخير. بيسعدني أني حورك وأني أتعرف عليك. أنا الليلي متأنق جدا وجدي المظهر بينما أنت فنان شكلا ويمكن مضمونا ليلي بحديثنا المشاهدين، وأنا رح نغوص بأعماق إنسان مختلف ما بيشبه حدا تاني، وبتأمل أنه نقدر نصيب ونحقق حوار متكافئ وناجح وبالنهاية نكتشف الإنسان الحقيقي يلي وراء هذا الفنان الموجود أمامي. أنت تبدو من الأشخاص يلي بيرفضوا الاستسلام ويعترفون بوجود مستحيل في الهندسة والنحت والرسم. هل تستمد هذه الثقة من تجاربك الطويلة، من خبرتك يلي اليوم عمرها 30 سنة، أم هنالك شيء ما مختلف موجود في نديم كرم يرفض التوقف عند اللا ممكن؟ يمكن لأنه بهال 30 سنة اللي مرقت فيها صار عندي صعوبات كتير، وكل صعوبة بتخلي لك بتوصل لك لحلي، وما في واحد مجال دايما يقدر يقول لا للاشياء. هلا التجربة اللي عملتها اكثر شيء اللي اثرت علي هي المرحلة اللي رحت فيها على اليابان. هيدي لانه عم تحكي من 30 سنة، هيك كانت من 30 سنة. رحت لهونيك من لبنان، وهون كان في عندي مرحلة كتير صعبة اللي هي أثرت على حياتي. بتعرف مثل كل اللبنانية اللي مرقوا مراحل الحرب، في عندك مرحلة يا بتنخطف اللي أنا مرقت فيها، يا بتتقوص عليك وأنا مرقت فيها، ويا بتتهجر وأنا مرقت فيها. كل هالمراحل مرقت فيها أنا وعم بشتغل، يعني بتخليك تحس إنه ما فيك توقف، يعني ما في شيء بيوقفك، لأنه في مراحل تيجي بحياتك بتقول لك إنه على شو بدك توقف، شو بعد في تتوقف، ما في غير الموت بيوقفك إذا شيء. يعني تعلمناها تعلمتها أنا، يعني إنه حسيت إنه ما في مجال غير إنه واحد يكمل على طول الخط تيوصل للشغلة اللي بده إياها. أنت عنيد. ما بعرف إذا هي بتسميها عنيد، أنا بدي أوصل بس عن العند إيجابي. العند بعند إيجابي إذا بدك. كتير مهم، كتير مهم. المهم بالآخر نقدر نوصل على نتيجة اللي حطينا بفكرنا. سيغموند فرويد حدد الحلم كحارس للنوم. ما معنى أنك تحلم بوضح النهار باليقظة بين الناس بالزحمة بالعجقة؟ وهل بتشوف أنه الليلة نحن عم نقطع عليك أحلامك، أم أنه حتى خلال هذه اللحظة فيك تحلم؟ يعني الحلم بالنسبة لي نقطة أساسية بشغلي، الحلم بالمدينة، الحلم بشغل عم يعني. على كل حال الفنان اللي بده يخلق بده يحلم شي مطرح، بده يحلم تيقدر يخلق. وبعدين اذا واحد حلم وما حقق حلمه حرام، لازم هالحلم يطلع منه يعبر عنه ويوصل فيه لنتيجة. بما انه بشغل بالمدينة كتير وعندي الفن المدني مهم كتير عندي، الحلم بيصور من اللحظات اللي كتير مهمة عندي. ليش؟ لانه بدي الناس تشاركني فيه وبدي أوصل إني هالحلم لقيله نتيجة بين العالم. يعني بقى مشان هيك بضلني مسابر على إنه الحلم اللي بدي أخلقه والقصة اللي بدي أخلقها وكل شيء، بضلني بتعاطى مع الناس وشوف وهيك تأوصل لنتيجة الحلم وحققها. أهم شيء بالآخر إنه الحلم الواقع تقدر تحققه. مزبوط الحلم واحد بيحلم فيه بالليل، بس الحلم بالنهار كمان بيوصل لنتيجة كتير مهمة. هل بتشوف انه الاحلام بتفقد بريئه تدريجيا؟ الاحلام بتتطور. كل مشروع بعمله اللي هو حلم بيوصلني لمشروع جديد، والحلم بالنسبه لي حسب المكان اللي عم بعمله. اذا عم
بزور مدينة طوكيو عم بياخد هلأ مثلا، وحسيت بطوكيو في شيء بيقربني لناحية من المدينة، لأنه الحلم بالنسبة لي بيتكل كتير على ذاكرة المكان، على specificity تبع المكان، على الكونتكست، على الواقع، خصوصيتها. بقى هيدول كلهم النقاط بتصير كتير مهمة، لأنه بدي أخلق قصة بيني وبين الشعب الياباني إذا عم نحكي طوكيو. يعني أينما كنت تلتقط الإشارات، وهذه الإشارات تملي عليك حلمك أو تحدد هذا الحلم. كتير مزبوط، هيدي كتير مهمة، لأنه حتى السيتيزن المواطن الساكن بهالمدينة يتقبل الواقع اللي أنا عم بعطيه من خلال الحلم. لأنه أنا بهمني بالآخر أنه المواطن اللي عم بيمرق حد مشروع أنا عامله يقدر يحلم ولنه للحظة بالحياة. إذا قدرت تحلم لحظة بشغل أنت كتير مهموم فيه من عبكرة لعشية رايع على شغلك بترجع من شغلك، أوقات بيكون بورينج، بيكون ممل وما ما بدك شيء هيك يغير لك. هاي لحظة الحلم اللي بتطلع واو، بتسأل سؤال، بتتفرج على شغلة جديدة، بتخلق قصتك، هيدي كتير مهمة بالمدينة، وهيدا اللي عم جرب دايما أني اتوصل له هاللحظة الصغيرة. أنت تفتش عن هذه اللحظة أم تحاول أن تخلق هذه اللحظة كي يسرقها الآخرين؟ مزبوط. وينعمون بها؟ لا، أنا عم فتش أني أقدر وصلها للآخرين. لأنه أنا وبس حققها أكيد اللحظة اللي أنا عم حققها وشوفها إلى غير نتيجة، غير واقع، بس شوفه في الحلم صار حقيقة. هيك فجأة تشوف إنه الحلم قدامك، واو شو هيدا. أكيد الباقي يعني المواطن أو اللي عم بيتفرجوا كمان بتصور الإحساس رح يكون زيته. هي لحظات هاري، هي لحظات مهمة هاري، لكن ممتعة جدا. هدول لحظات كتير ممتعة، بس المشروع يصير. الهندسة المعمارية بتحتاج إلى علم ومعرفة، بينما النحت والرسم يحتاجان إلى شغف، إلى حب، إلى ذوق، وإلى أنامل أو أيادي رشيقة. هل سخرت كل حواسك وكفاءاتك فيما تنجز، أم هنالك سر معين أبعد من كل ما هو ملموس وواقعي صنع أعمال نديم كرام؟ هلأ بالنسبة خليني أقول لك هون، بالنسبة للهندسة المعمارية، الهندسة المعمارية في باب وشباك وحيط وأرض وسقف، فيك تعمل حياة الهندسة المعمارية فيها. بس شو بيعنوا هالاشياء؟ بيعنوا انه مثلا الباب هو مدخل، هو استقبال، الشباك هو طلة، هو ضوء، هو هواء بيفوت منه، الحيط هو بيخلق مكان خاص لإلك، بيخلق مود خاص لإلك، وإلى آخره. يعني أنا إذا بدي أقول الهندسة المعمارية هي أكتر ما تكون باب وشباك وحيط وإتسترا، هي مدخل، استقبال، طلة، ضوء، وخصوصيات واحد في يعيش فيها وحده. يعني إذا بياخد الوظائف تبع هيدول اللي بيعملوها، بتصور الهندسة المعمارية فينا نتخطى مرحلة كبيرة. يعني الهندسة المعمارية منا لا باب ولا شباك ولا حيط. بقى بهالطريقة، بس إنه يمكن عم تعمل مشروع الفساد كلها تعود شباك واحد يعني إزاز، تعال مطرح تاني شي تاني. يعني الوظيفة اللي بيطلبها الموقع اللي عم تشتغل عليه هي أهم من قصة شباك وباب وهالقصص. بقى هيدي بالنسبة لقيل الهندسة المعمارية، إذا من خلال الوظائف هيدول قدرنا خلقناها روح، وخلقنا لها قصة، وخلقنا لها حياة وكونسبت، يعني فكرة قوية بتعيش وبالمدينة بتنتشر. هاي بالنسبة للهندسة المعمارية أنا هيك بشوفها، إنه في حواليا هيك بتشوفها، هيك طبقتها، هيك طبقتها. أنت كمهندس معماري ثرت على التقاليد الموروثة، وكسرت هذه التقاليد وقدمت أنماط جديدة. لأنا عم فسر لك إياها بهالطريقة. أمسك وهو طفل في الخامسة ورقة وقلما، ورسم ثلاث بطاط مستهلا رحلة ثلاثية الأبعاد، جرأة، إبداع، وتلقائية. تقرير. ولد عام 1957 في مدينة كاولاك في السنغال، وشب بين والدين رائعين هما موسى من بسكنتا ونادية من درعون، أنجبا ثلاث فلذات كبد، نديم وندى وكميل. عاد إلى لبنان وهو طفل في الثالثة من عمره، وتعلم في مدرستي
القلب الأقدس والمولا السال. أما الهندسة المعمارية التي اختارها اختصاصاً وشغفاً فنال فيها بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم دكتوراه من جامعة طوكيو. اعتاد أن يحلم في النهار بعينين مفتوحتين قادتاه إلى بلاد بعيدة، إلى اليابان التي غاص فيها في فلسفة كونفوشيوس والفكر البوذي، وخرج بثقافة عارمة أضافت إلى لقب المهندس الذي حازه صفة المهندس الفنان. تعلم هناك في اليابان معنى الوقت والزمن، وكانت له في بلاد الشمس والأساطير 4 معارض تجمع ما بين الهندسة والنحت والرسم والأداء، جعلت سكان تلك الأرض يسألون: ومن أين لهذا الشاب اللبناني كل هذه الأبعاد؟ عام 1993 كان قرار العودة إلى وطنه الأم إلى لبنان منطلقاً منه من جديد نحو كل الدنيا. وعام 1996 رأت شركته هابسيتوس النور مشكلة النواة الجديدة لانطلاقة عظيمة. سؤال ملفت، من أين لهذا اللبناني كل هذه الأبعاد؟ شو جوابك؟ يمكن تعرف أنا خلقت بالسنغال، هلأ كنا عم نقولها بكولك، ورجعت جيت على لبنان وقعدت بلبنان 25 سنة، ما سافرت لمطرح، قعدت عطول هون وعم فكر شو بدي أعمل، رجعت رحت على اليابان. وبعدين من وقتها بسافر عطول، يعني السفر شغلة كتير مهمة، إنك تقدر تشوف مطارح جديدة وتاخد أفكار جديدة من المكان. أكيد الواحد يقرأ الكتاب كتير مهم، بس كمان إنه يحمل حاله، ما بتحمل جسمك وبتنتقل لمكان تاني، هاي شغلة كتير مهمة، لأنه الإحساسات الخمسة بيشتغلوا، بس تكون ببلد تاني أو ما بس تكون بمكان تاني غير القراية اللي عم تعملها، هي منها لحالها تخلق جو إحساسات غريبة، إحساسات بتوصلك لأنك تقدر بس ترجع على بلدك أو ترجع على استوديو تقدر ترجع تشتغل وحدك. بقى هيدول السفر بتصور شغلة كتير مهمة كانت بالنسبة لي، وبعدها عطول حتى أقدر أخلق عدة أنواع مشاريع إذا بدك، يعني بالهندسة المعمارية، لأنه الخلق يعني واحد بيخلق كمهندس معماري عم بيخلق بناية بتكوين جديد، كفنان عم بيخلق منحوتة أو فن عملي أو بينتينج. بقى كل هيدول كل شيء فيه حواليه خلق بالنسبة لي كتير مهم، لأنه عم بوصل شغلة جديدة، عم بوصل فكرة جديدة، عم بجرب قد ما فيه أفهم حالي أول شيء، إنه مين أنا، حتى ما هي حتى واحد يقدر يفسر حاله بده يضل يجرب، لأنه ما في جواب واضح لمين نحن. في تكوين دائما إنه أوكي عملت هالشغلة بس اطلع فيها، بدي ارجع شو اوصل لشغلة جديدة. اكيد التجارب بتعلمنا كتير، يعني ما في شغلة بتعملها الا ما يكون في عليها كريتيك، الا ما هالكريتيك ترجع توصلك لشغلة احسن بتأمل وترجع تبرم فيه يبرم فيك الدولاب. الترحال والتجوال هي من شيم المشرقي، نحن اعتدنا منذ زمن بعيد جدا انه نسافر، لكن دائما اختياراتنا الى بقع جغرافية معينة، يعني اللبنانيين أو المشرقيين عامة اختاروا أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أفريقيا، أستراليا وأوروبا، لكن اليابان يعني لا اللي بيفكروا أن ينتقلوا إلى هذه البلاد. ماذا قادك إلى طوكيو؟ أنا عم بعمل الهندسة المعمارية بالأيوبي هون بالجامعة الأمريكية ببيروت، كنت شوف هالمجلات عن اليابان وكيف السبيس تبعهم من جوا بسيط وهيك، في فكره وراء اكيد هالفكره اللي كنت عم بحكيك عنها بالاول، هي في فكره انه بتتعدى النطاق اللي نحن بنعرف فيه الشباك والباب والقصة، في الهندسه المعماريه المتكونه من كونسبت ومن فكره ومن قصه. بهيدي اخذتني على اليابان، هيدي جرتني على اليابان، واكيد اخذت منحه يابانيه وصلتني لهونيك. هل كنت عم تفتش عن فهم الفلسفة اليابانية أو الفكر الياباني، اللذين
يستخدمان في هندسة البناء قبل الحجارة والبطون؟ أكيد هذا كتير مهم، إنه هندسة البناء مش هي معمولة من بطون حجار بس، هي بالعكس هي فكرة بتكونها وهي بتوصلك لبالآخر آخر شيء فيها البطون والحجارة وهالقصص. أكيد بنعرف واحد يستعملهم وفي مهندسين متخصصين بهالشيء، بس نحن أهم شيء بالأول هو الفكرة اللي بتوصلك لهالشيء. وباليابان كان فيها الحسيت إنه الفلسفة اليابانية أو الفكر الياباني كتير مهم حتى يخلق المشاريع والبناء الموجود، وهيدي وصلتني، هيدي علمتني كتير قصص وكتير أشياء. طب ماذا عن الروحانية؟ ماذا عن الفلسفة البوذية؟ هل ساعدوك في بناء جسور مرنة بين علم العقل وعلم الكون، لا فقط أو لا مجرد جسور من حديد وأسفلت وإسمنت؟ هلا مثل ما قلت مرنة، مرنة هي كتير مهمة بالفكر وباللغة اليابانية. اللغة اليابانية كتير مرنة، يعني بس إني عم بيبقوا عم بيحكوا بيوصلوك بالآخر، ما فيك تعرف نتيجة اللي عم بيحكوه غير بالآخر، يعني في فلكسيبيليتي بالنص من الحديث ماشي بتوصل على الآخر تتفهم شو عم بيصير. هلا أنا وباليابان كنت بأجواء عم بدرس لغة أكيد تقدر أفهم شو عم بيعملوا، بكنت شوي غريب بالنسبة لكل شيء عم بيصير. أكيد أول ما وصلت اندهشت بكل واصل من بيروت أخذ أول طيارة بتترك بيروت من بعد ما المطار يكون مسكر على فترة طويلة، بوصل لهونيك ازدهار واندهاش كتير غريب. ليس فقط أنا بلاد مزدهرة لكن اليابان يعني حزتها وطوكيو يعني مدينة ما بتشبهنا، أنا بلد تاني بلد المجتمع ما بيشبهنا، يعني ما فيك لما تنبهر أمامهم. مظبوط مظبوط. المجتمع الياباني أول شيء حتى يقبلك ياخد وقته، ما في مش انه هيك دغري بتنخلط بالمجتمع الياباني ان كنت تحكي او ما بتحكي اللغه. هو مجتمع منغلق كثير منغلق. طيب اذا كيف تجاوزت حاجز اللغه وبرعت في ايصال الاحساس؟ تعب بالفن وبالهندسه المعماريه. انا الفن لانه هو كان يعبر عن حاله بيوند اللغه هي ذاتها، عارف كيف يعني؟ بس تجي تعمل لوحه وتفسر فيها، خاصه اول معرض عملته فيه لك عنه رحت قلت لهم، قالوا لي ليش ما بتعمل شيء عن الفينيقية مثلا او بتعمل شيء عن ميزوبوتاميا وهيدول كلهم البلدان اللي حواليكم، لانه بالنسبه لهم كثير مثل ما هن اليابان غريبه بالنسبه لنا، نحن منطقتنا كثير غريبه بالنسبه لهم. بقى بلشت عطوني طابق هي متحف اربع طوابق، بس شافوا الشغل قال لي ما بتاخذ كل المتحف من عن معرض كثير مهم بسترايبت هاوس ميوزيوم اوف ارت وقتها، وكانت شغله انه قدرت عبرت عن حالي بالقصص اللي أنا بعملها بشغلي أنا، ومن وقتها بلشت تحس إنه لازم أقدر أعبر عن حالي إذا اللغة بعد ما صرت أعرفها مزبوط هنيك، ومحا صور أعرفها قد ما لازم. بقى في طريقة تعبير تانية اللي هي دايما هي الخلق، وهيدا الخلق بيعطي كتير مجالات واحد يقدر يعبر فيها، ويمكن من هون تجي الفكرة إنه بيخلق بالفن، بيخلق بالديزاين، بيخلق بكتير اشياء حتى يكون المسج وصل للجميع. اذا شيء بما انه عم نحكي عن اليابان، اليابان شهدت زلزالين مؤخرا، ولابد انك تكون من بين اللي اخذوا عبر هندسيه مما حصل. هل تجعلك هكذا خضات طبيعيه تعيد حساباتك الهندسيه؟ هلا اكثر من العبر الهندسيه هي التاثير اللي عملته علي، لانه اصحابي كلهم باليابان ومثل عائله بالنسبه لي. اليابان هي بلد الثاني، عرفت كيف يعني؟ اول شيء كان اهم شيء اني اتاكد انه منيح بعدهم. طبعا انا ما رفض بالامور الانسانيه لانه هي ماساه كبيره وكارثه عاش العالم كله، وبعده حتى اليوم طبعا عم يعيش من نتائجها الرواسبه، لكن كم تتحملون انتم المهندسين المعماريين مسؤوليه في تفاقم فاتورة غضب الطبيعة؟ بصعوبة كبيرة، يعني لأنه حتى لحد هلا أنا وهونيك كانوا عم بيقولوا إنه الزلازل وهالقصص اللي عم بتصير مثل التسونامي وهيك ما في مجال واحد يتوقعها قبل بوقت، يعني هن كل شيء عملوا اليابانية بالنسبة للعمار والبنى اللي عملوه وبيشتغلوا كتير بالخشب، يعني بتشوف إذا على التلفزيون كل شيء بين معنى هن هالبيوت الخشبية اللي كانت عم بتروح، هيدي عاملينها أكثر مشان الزلازل مش من شان الماي بس تجي، لأنه بالزلزال بس يهز البيت كله خشب بيقبل هالزيت،
يعني بالخشب بيساعد الرسينو بطريقة أنه يقدر يتقبل هزة كتير قوية ويتحمل يتحمل هزة كتير قوية. بس ما حسبين حساب اللي بده يجي بعدين اللي هو كانت الكارثة الكبيرة عليهم. بقى هيدول دايما هالحسابات طبيعة أقوى منا بهيدول القصص. كل شيء تقدمنا وكل شيء تقدم اليابان وكل شيء قدروا. يعني إذا بتلاحظ هونيك الأبراج اللي عمينا ما صار لشيء مع كل هالقوة الزلزال اللي صار والتسونامي وهيك لأنه البرج بيزيح معهم. بقى هيدي قدروا توصل أنه يحلوها بس الكارثة اللي إجت بعدين ما أخذت معها كل شيء. بالعام 96 أنشأت أتوليه هابسيتوس أو هابنينج سيتويشنز اللي بيختصر مفهومك للزمان والمكان، مفهوم بيحتاج لتفسير. اشرح لنا أكثر لماذا هابسيتوس وكيف بيتفاعل المكان والزمان فيما تنجزه في أعمالك؟ هلا نحن بالنسبة للهندسة المعمارية أصلاً المكان كتير مهم بالنسبة لنا، الفضاء space. بس هلا عم بيصور عامل الوقت أهم وأهم. مثل ما قلت لك مثلاً بالنسبة لكتير مهندسين الباب مهم، بينما بالنسبة لإلي عامل الوقت مهم اللي هو المدخل، إن واحد يدخل من هالباب، الاستقبال، إن واحد يفوت من هالباب. بأهمية الباب إذا مش أهم من الباب، لأنه إذا حطيت عامل الوقت، عامل البروغرام، عامل كل هالقصص بالهندسة المعمارية، تفكير الهندسة المعمارية بيتغير، لأنه صار في قصة، صار في حركة، صار في فكرة اللي هي بتطغي على الشيء أو بتطغي على المكان كمكان فقط. صار في فكرة جديدة بتفوت عليها هي عامل الوقت. مشان هيك بس نقول happening اللي هو الوقت. الهابنينج اللي بيصير بالعمار بأهمية المكان، إذا مش تقريبا أهم، لأنه الذاكرة هي بالهابنينج. الكونتكست هو بالمكان مظبوط، بس كل شيء بيصير حوالي الشخص اللي بيفوت بيقعد بهالمكان هو عم بيتنقل من هونيك لهون حتى يقعد هون. هيدول القصص ونحن على هالتركيز عم نشتغل بهابسيتوس. الأكيب اللي عم تشتغل معي فايتة بالأجواء هيدول، مشان هيك عم نقدر نعبر قد ما فينا مش بس بالهندسة المعمارية، بالفن المدن اللي عم نعمله عالميا كمان. زيت شيء منحوتاتك ورسوماتك عم تنعرض حاليا وبشكل حصري في صالة أيام جاليريز، مظبوط، يلي هي متواجدة في بيروت، القاهرة، الشام ودبي. خالد سماوي صاحب هذه الجاليري عطى شهادة عنك، نستمع له سوا. قبل ما نفتح بلبنان بحوالي سنة طلبت من مدام أمال طرابلسي أنه تعمل لي عشاء مع بعض الفنانين اللي هي بتحبهم وهي بتشتغل معهم لتعرف عليهم، وضمن هالعشاء كان نديم كرم قاعد عيميني ضغري. حبينا بعض كأشخاص أول شيء، لأنه كمان المهم شخصية الفنان اللي عم نتعامل معه. المسيرة لسه كتير كتير طويلة أكيد، لا بالعمارة ولا بالرسم ولا بالنحت أخذ حقه، لأنه يعني نديم لساته بنص عمره مثل كارير أرتست، وهلأ بدأ العالم يستكشفه. أنا عندي قناعة أنه الفن العربي كله لسه مو أخذ حقه، ونديم كونه من أهم الفنانين اليوم بساحة الفن التشكيلي العربي أكيد لسه مو أخذ فنه مثل ملازم. كمهندس معماري هو بيبني عالم للناس تعيش فيها أو تشتغل فيها. بفنه نديم كرم خالق عالم كامل، في عنده الكاركتير تبعونه الفيل والولد والبنت والقطة، يعني عنده الكاركتيرز تبعونه. هدول الكاركتيرز بيضلوا في قصة عم يحكوها، ولوحاته والسكولبتير تبعه عبارة عن قصة هالأشخاص الوهمية اللي بعالمه، شو عملوا، وين راحوا، وين اجوا. يعني ما حدا في يقلد نديم كرم، ما حدا بيشبه نديم كرم، ولا نديم كرم بيشبه حدا. ويمكن له علاقة كمان بالحس الياباني. يعني اليوم يوم لوي فيتون في موراكامي، هو فنان ياباني عالمي بيشتغل مع لوي فيتون، هو اللي عمل له الألوان على يوم لوي فيتون. قررت من دبي من حوالي شهرين تو لونش الكيدز وير، نقوا نديم كرم هو يكون الفنان اللي تعاملوا معه تو لونش الكيدز ديبارتمنت تبعهم. عالمي يعني نديم كرم عالمي وفنه عالمي، وما له هوية إلا هوية نديم كرم. قلت لي على هامش اللقاء يلي ما بيجرؤ يبلط البحر. يعني فكرة تبليط البحر في ذاتها جرأة. يعني هل فكرت أنت نديم كرم
فيها يوم من الأيام؟ وهل بتحلم بمشروع مختلف في قعر البحر مثلا؟ بركي بقعر البحر، بس هلأ أنت عطيتني فكرة أنه تبريد البحر شو المشروع، ما بتصور الأد يعني، بس لا كل المشاريع واردة. هو صار بلبنان ببعض الأماكن. إيه هو صار بلبنان ببعض الأماكن، ما بعرف إذا بدنا نحكي عنها كتير هيدي، بس أنه صارت مزبوط صارت. بس قعر البحر أكيد شغلة كتير حلوة يعني. شو بتشوف يعني مثلا؟ شو معقول تعمل؟ هاي الفكرة هلأ طلعت معك يعني، بس ما بعرف شو معقول بدي أنزل تعرف حتى كل مشروع حتى أقدر أعمله بدي أعمل زيارة، ما بيطلع هيك، بدي روح وشوفه وانزل واختص حتى ابقى اطلع بمشاريع هيك مثل ما بس اوصل على مدينه ما بقى في عندي شيء بالفكر شوي الاحساس فجاه بتطلع بلاقي انه تحت هالجسر في شغله كتير مهمه هيك حسيت ببلش فيها المشروع بالاجمال بيكبر. مين بيغزي الاخر انت او المدينه يعني سواء أنا القصص موجودة فيه بس المدينة كتير مهمة بتأثر كتير يعني شو المدينة المدينة كيف تكوينها يعني مع هل هي بتغذيك وبتسكنك أم أنت بتغذيها وبتسكنها لا هي المدينة أهم مني أنا بخلق حلم فيها يعني أنا بخلق اللحظة بالمدينة اللي هي مؤلفة من آلاف اللحظات في ناس بيشوفوا حالهم أهم من المدن أهم من الدول كمان أنا ما فيني أشوف حالي هيك أنا بحس المدينة دايما مهمة وأنا بيجي بخلق فيها لحظة مهمة وهاللحظة إن شاء الله بتدوم لأنه اللحظة بتبقى بكمان موقع خاص بالمدينة اللي هي بتاخد المدينة كلها وبيهمني أنا أنه ما أحتل المدينة بيهمني أنه يكون عندي لحظات بهالمدينة تأثر على المواطنين تبع المدينة للحظات كمان يعني ماني كده شو بدي أعمل بيهمنا الليلة نشوف الناس كيف رح يشوفوا مش رح أقول على بنية هذا اللقاء استراحة نقعد بعد خليكم معنا أصدقائي المشاهدين نديم كرم مع ريكاردو كرم في حديث آخر بعد هذا الفاصل نعود إلى حديث آخر تسلق غيمة عابرة ورمى حبلا اصطاد به فيلا وحلق معا بين الأرض والفضاء ألم يقل نديم كرم يوما شطبت المستحيل من قاموسي تقرير إنجازاته لا تعد ولا تحصى وامتداداته في كل الأماكن وفن العمارة أصبح معه متحركا ينطق Nadim at work is very encouraging, always asking us to investigate and pushes us to really go beyond. If it's an architecture project, think about it at a smaller scale. If it's furniture design, think about it at a larger scale. We're always working together across our projects. We always work together as a team. يعني كلنا سوا كأنه تيم واحد عم نشتغل نعطي أفكار بيعطينا أفكار. من لندن إلى مالبورن فبراغ وبيروت وصولاً إلى النارا ودبي أعمال هندسية استثنائية ترفع لها الجبين وتضرب التحية مهندس معماري غير تقليدي هو والصور أبلغ من آلاف الكلمات استخدم التقنيات الهندسية ببراعة جاعلاً مجسماً طوله 16 متراً من النحاس يشمخ على رؤوس أصابعه أمام متحف بيروت وسيجعل مبناً مصرفياً جديداً يتكئ على مبنى قديم قائم في مشهدية لم نرى لها من قبل مثيلاً البروجيكت بأساسه هو كومبيتيشن اشترك فيها كذا اركيتكت وبالنهاية نقوا بمبدأ أفضل مشروع كان الهدف منه كان أنه يكون في عندهم لاند مارك هن كبأساسه بدهم لاند مارك بالمدينة سو بطريقة نحن قدرنا عملنا البروجيكت يطلع فوق البناية الاكزيستنت ويستعمل الكورنر يصير هو البناء الجديد هو اللاند مارك وتبقى الفكرة الحلم التي ستبدل من مشهدية ناطحات السحاب الجامدة
غالباً في دبي، لتجعل غيمة مدينية تتسلل بينها متكئة على أعمدة من شلالات ترتفع عن الأرض 300 متر. طريقة شغله لنديم غير بقية المهندسين، لأنه هو نفس الوقت فنان وأرشيتكت، فكل الوقت لما منكون عم نشتغل نحن منفكر، لأنه نحن أرشيتكت دائما هو بيجي بيفتش على الفكرة يلي مش متوقعينها، ولا بيجرب يطلع هالفكرة منها. You can see here it's much more than furniture, it's very sculptural, and that's what we do here. I think we work across disciplines in the arts and many scales to achieve something really special. ويبقى الفيل يطير في أحلامه، والغيمة تلمس، والفضاء قريب، والأزرار الملونة أحجار كريمة على مجسمات تنطق. تكثر من استخدام الحيوانات بأعمالك، سعدان، زرافة، فيل، والفيل دائما يطير، أليس هذا وهما؟ وهل تستمد القوة من أوهام قصوى؟ لا، ولن تصبح حقيقة إلا في خيالك أنت. ليش لا؟ إيه، فيل مثلا، برجع لأنه أنت بلشت بالسعدين، ما بستعمله كتير بس منيح أنك قلته. والزرافة، الزرافة كتير. واو، في أحلى من الزرافة؟ بدك تشوفها عم تمشي بس. يعني الفيل والزرافة هني رموز نديم كرم. مزبوط، يعني وين ما كنا مزبوط نعرف عن بعد 100 متر أنه هذا عمل نديم كرم. أكيد أكيد. هلأ الفيل مثل ما قلت لأنه بطير، هيدي شغلة مهمة. طيرته أنت؟ أنا طيرته في يقول أنه بطير. نحن بالعربي درج بيقولوا بيطير فيولة. هيدي بتصور ما بتركب معي لأنه مزبوط، لأنه هي بتصور تفنيسة. بس لا، أنه أول شيء الفيل بالطريقة اللي بعملته هينته كتير، بعدين صار في عندي إسباس كبيرة اشتغل فيها، وهو عنده ذاكرته قوية بيقولوا الفيل، وبعدين عنده وجود مهم. هلأ مثلاً عم بعمل مؤخراً فيل في قصة كبيرة حولي، لأنه ذاكرة بالنسبة لإلي، ومشان هيك بحسها أنه شغلة مهمة. الحيوانات هي اللي عم نقيها، كلنا متعرف عليها وكنا منحسها هيك بتصير قريبة للقلب، يعني من بعد ما بحس اني اشتغلتها او شيء، بقى كتير مهمة بالنسبة لي. الغريب والطريف في أن المعن انه سواء كان الفيل ام الزرافة هن حيوانات بطيئة، بينما انت عم تتسابق مع الوقت ومع الزمان، وعنصر الوقت اساسي بحياتك. يعني هذا التناقض كيف بتفسره، كيف بتعيشه؟ هلا مزبوط انه الوقت كتير مهم، بس نوصل لشغلة بدها نتيجة، الوقت ما بعود له أهمية أبدا، بصير أهم شيء النتيجة. في دهر الوقت ما بعود مهم بالنسبة لي. ليه؟ لأنه أوقات ببلش بمشاريع مسبقة عن وقتها، لأنه إلا ما المشروع يوقع على لحظة ما يعود ماشي، بيتعرقل. كل المشاريع بتتعرقل، المشاريع الكبيرة بتتعرقل، بقى هيدي العرقلة بدك تعطيها وقتها كمان. يعني البطء هو بيجي من العرقلة اللي بدك تعطيها وقتها وتتقبلها تتقدر تتخطيها وتوصل لمرحلة تانية. يعني الوقت في عنده السرعة من شكل من الأشكال، وعنده بطئه وعنده وقته بشكل تاني من الأشكال. بقى الوقت بالنسبة لي بيلعب على الجهتين. نديم كرم، لك بصمات في مدن عديدة بالعالم: ملبورن، براغ، طوكيو، لندن، بيروت، دبي وغيرها. هل نجحت في تخليد الذاكرة في الفن المدني اللي أنجزته؟ يعني بتأمل يكون هيك، يعني بعدني عم كمل بكل مدينة جديدة بوصلة. بحب أعطي كمان لحظة حلم للمدينة الجديدة، مثل ما عم بعمل هلأ بعمان وبسيول، مشاريع جديدة عم بعملها بقطر. يعني بكل منطقة بحس انه في مجال اقدر اخلق مشروع جديد. بتشوفني اول واحد وصلت وبلشت احكي مع المحافظات هونيك نخلق مشاريع. اكيد انه مغامر من الدرجه الاولى. بماذا اختلفت افكارك المطروحه عن افكار الاخرين لتجد قبولا في بلدان يفترض انها ما بتشبهك باي شيء؟ سواء من اللغه اللي خلقتها، اللغه معموله من فيجرز، أشكال بالألوف،
ومعروفة من أكترية البلدان اللي بتوصلها. كنا عم نحكي عن فين وزرافة، معروفين بكل البلدان العالم، كل ما تطلع فيها واحد إن كان ياباني، كوري، لبناني أو من ساوث أمريكا رح يشوف فيل فيها. بقى الأشكال كلهم اللي بعملها هيئتهم، ما بحس أنا أنه عم بعملهم طريقة language, universal language، عم بيفهمون الكل وبيتقبلون ساعتها. وبعدنا بالنسبة للأدابتيشن، يعني للطريقة اللي فيك تتوصل فيها بمدينة وتحكي مع المدينة، دايما بداية الشغل هو رفض، إن كنت ببيروت أو كنت بعمان لا، أو كنت بطوكيو أكيد لا، أو كنت بنارا مش معقول. هدول كلهم تبليشة لازم الفنان أو المهندس أو شيء يقدر يتخطاهم. كل جيل له حق أنه يحلم، وكل جيل له حق أنه يوضع بصمته على زمنه دون أن يكون مضطر إلى نسخ تجارب الماضي. لكن ماذا بقي للجيل الجديد بعد كل الإبداع الهندسي يلي وقعته ويلي حققه جيلك؟ بعد ما بلشنا من هلأ ورايح كل القصص اللي بدها تصير أكيد. حتى أنا بحس أنه عم بعمل هالإنترفيو معك، بحس أنه هلأ هيدا إنترفيو بالنسبة لي بداية لمرحلة جديدة بحياتي، مش لمرحلة جديدة، لتكملة جديدة بحياتي. هذا نوع من التواضع. لا بنفس الوقت في تناقض، لأنه قبل شوي عم نحكي أنك أنت عم تقدر تخلد الذاكرة في الهندسة أو في الفن المدني يلي عم تنجزه. يعني أنت تركت بصمة بهذه المدن المختلفة أكيد، حيث أقمت أو وقعت أعمال كبيرة. إذن دخلت تاريخ تلك المحافظات وتلك المدن. مزبوط. ومن ناحية تانية عم بتقلي انه لا بعد بالبداية، خلينا نقول انا بالوسط. بالوسط وسطي وسطي انه بعد انه دايما لا، انه كل يوم هو بداية بشكل عام. عم بحكي انه كل يوم بداية حتى تشجع حالك حتى تكمل. لانه اذا قلت انا وصلت لشو انه انطفيت خلص ما عاد في شيء. لا بس احكي هيك، ما قصدي انه ما عملتها وديك. قلت ما تقول هي بصمة، يعني بصمة هي لحظة، رجعنا على اللحظة. يعني نحن اللحظات بدها تتراكم وما فيها غير اللحظة السابقة تعلم اللحظة اللي جاية. منشان هيك المشاريع اللي بعملهم بيعلموني حتى يصير في بداية جديدة اني كمل. فينا نقول انه البصمة هي نتيجة ثابتة. هلأ كل شيء ثابت انا ما كتير بحبه، بس انه بحب القصص تضل عم تبرم. بس هي نتيجة لا 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 كمان لا كمان بالوسط. انا انت منظم. انا اكيد حتى بأعمالك مزبوط، يعني في خلق، في ثورة مثل ما قلنا على التقليد، على هندسة الموروثة مرحوم متزمتة لكن متعارف عليها بالإجمال. مزبوط. لكن حتى في هذه الثورة هنالك فوضى منظمة. أكيد أكيد منك عبثي. لا لا أكيد، بس الفوضى في فوضى منظم يعني مثل ما قلت. مزبوط. من يزور دبي تأسره ناطحات السحاب الشاهقة والمترامية والهندسة العصرية لهذه المدينة، وتأتي أنت لتعلن أن الإبداع لم ولن ينتهي، طارحا تصور لمنتجع سياحي على ارتفاع 300 متر في الهواء على شكل غيمة متكئة على أعمدة على شكل شلالات. ما مدى قابلية هكذا مدينة معلقة؟ قبل ما أقول لك جواب على هالسؤال، خليني أعطيك لحن صغير بركي بيذكرني وبيذكرك بقصص. رح أقول لك إيه. وبيكمل هيدا. بقى هيدي ما بعرف إذا بتذكرك بشي، بس بالنسبة لإلي في كان برنامج نحن أولاد صغار اسمه بونوي لبوتي. كان في نونوس ينزل من غيمة عنده سلم هيك ينزل فيه، وفي أولاد صغار بالفرشة، ولد وأخته، بيجي بيحكي معهم شوي بينيمهم، بيرجع بيطلع على هيدا السلم بيرجع بيقعد بالغيمة. وفي حده بيرو بتصور او هيك على الغيمه بيلقط هيك بايات لميعه هيك وبيزتهم بينزلوا هيك مثل الشتاء على الاولاد الصغار وبيناموا. والغيمه هي ذاتها بتشوفها بالبرنامج، ما بعرف اذا واحد بده يتذكرها، حضرته لانه رجعوا حطوه مؤخرا، بتروح الغيمه بتروح وبتختفي.
مع نونوس والبيرو. هلا هيدي لحظه فكره بالنسبه للغيمه اللي عملناها بدبي. ليه الغيمه؟ دبي مثل ما قلت مكونه من ابراج، وتتقدر تطلع على برج من هالابراج بدك تاخذ موعد اكيد، لانه ما فيك تطلع هيك. وتطلع على الطابق 30 خلينا نقول بدك موعد، كل ما تطلع وتعلي بيصير برايفت خاص اكثر، وبيصير اكسكلوزيف، بيصير له حصري بيصير حصري. بقى عم تصعب كثير انه واحد زاير لدبي يكون عنده بابليك سبيس يقدر يوصل له على العالي. بقى انا فكرت انه لازم، لانه انا بالنسبه لشغلي الفن المدني كنا عم نحكي انه واحد كيف بالمدينه يقدر يخلق فن، انه انا بدي كمان بلا موعد اقدر اطلع من كل هالابراج لا شي مطرح بالفلا، وقدر يكون في عندي جنينة حلوة، يكون عندي بحيرة حدا، يكون عندي ريستورانات، يكون عندي جو بالفلا للكل، قادر اطلع له بإليفيترز بأسانسورات كتير كبار بوصلوني على 300 متر. من وقتها اجت فكرة الغيمة، وبعنا الغيمة هي كمان للنومادز، للغجر للغجر بالزمنيات يلحقوا الغيمة تيشوفوا الشتاء، مدينة الخير مطرح ما في الغيمة. بقى فكرة الغيمة هي ميتافور، وبالنسبة لي هي روح لدبي. يعني هي فكرة فريدة من نوعها، هي لاند مارك دبي فيها تفتخر فيها، يعني انه واحد بس يجي لهونيك انه انا زرت الغيمة. شو زرت الغيمة؟ يعني كلمة منها هيني. وانا اكيد بحب قادر امشي على غيمة شي نهار، لانه كمان حلم من الاحلام ولازم نوصل له. يعني حب انت كمان نروح سوا نتمشى شي نهار نقول مشينا على الغيمه بدبي. لا انا بفضل اني اعيش على الارض ومشي على الارض. لا رح اخذك معلش، بس بنرجع بتحس حالك بالارض اكيد، بنرجع بننزل بنرجع بننزل. في مشروع هو الاول من نوعه بلبنان والشرق الاوسط، مبنى جديد يتكئ على مبنى قديم، مشكلين معا المبنى الجديد لمصرف البي ال سي. رح نستمع سوا الى رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمصرف البي ال سي موريس حناوي، شو بيقول عنك بهذه الشهادة. أنا تعرفت على ديم كرم بلكي أكثر من 15 سنة، وكان هو هيك كتير أوريجينال، واللي جاي من مناطق بعيدة عنده رسالة مشانه، هو سفير ما بعرف مين بنجوم ليفرجيني شيء اسمه سمي بروسيسيون أركايك، يلي كانت سكولتور هيك بيمشوا ورا بعض. كنت كتير حشوش بدي أعرف من وين جاي هالرجال، شو في براسه. طلع تفضل، كان عندي شوية وقت، ومن وقتها عجبني كفنان كيف قطعت من العلاقة بيني وبين أرتيست لعلاقة كأرشيتكت بعمر بيوت، يعني وعمر لي بيتي. ما اجت هيك، اجت انه انا بدي اعمر بيت، وبذات الوقت بدي هالبيت يكون عنده مميزاته، وبراسي مميزاته صعبه. الا اجى نادي على الطريق، عرف انه انا بدي اعمر، قال لي انا ارشيتكت. قلت له من وين لوين انت ارشيتكت؟ انت ارتيست. عرفت فكرت ارتيست ارشيتكت ارشيتكت ارتيست، بركي شيء مميز هيدي الشغله. قلت له جرب للبيت. اكيد اشتغلنا سوا كثير يعني، وعملنا هالبيت بفتكر نجح. فكرة مشروع بالسيف، فكرة انه نحن كنا السياج تبعنا 3000 متر، ما 3500 متر، وعايزين 7000 متر، وبعدين شي يوم نقول 10000 متر. قررنا نحن ما منهز من محلنا، وشو ما بده يتعمر بده يتعمر حده، وبده يكون موصول فيه، يعني العتيق بده يكون موصول بالجديد. وتاني فكرة كانت انه بدنا بناية بتفرجي انه البي ال سي انوفيتنج بانك، بتجيب شيء جديد لزبونيتا. دونك اذا بتجيب شيء جديد لزبونيتا يعني بتقدر تجيب شيء جديد وين ما كان. واذا عم تعمر كمان بدها تجيب افكار جديدة بالعمار. الفكرة اجت دونك من نديم هيدي اللي ربح، انه ضلكم محلكم، انا ما رح بطلع حدكم، رح بطلع حدكم وفوقكم، مثل كأنه الجديد بنى العتيق.
نديم كرم يلي بيراقبك وأنت تنفذ مشاريعك يروي أنك تكون دائما متوتر، هل تخاف من الفشل؟ اللي بيجرب بده يفشل دائما، بده يجي مراحل بده يفشل فيها ويتعلم منها، اللي ما بيجرب ما بحياته بيفشل. لكن البداية ما عنده مشكلة. بالبداية الإنسان دائما في خوض تجارب، حتى لو كانت تجارب يعني منا محسومة النتائج سلفا، في غامر، في يخسر. مظبوط. لأنه ما بيخسر شيء. ما بيخسر شيء بالنهاية، مظبوط. لكن الإنسان بيوصل إلى مكان معين، إلى القمة بعمله، إلى النجاح المدوي والملفت، طبعا بخاف إنه يخسر رصيده ويعود إلى الحضيض. بالنسبة لك هذا الفشل أو هل هذا الخوف هو يلي بعزز عندك روح التجدد الدائم؟ يعني الرجعة إلى الحديد مثل ما قلت لك كل مشروع له بدايته بالنسبة لإلي، يعني الخوف أكثر من خوف، في جرأة لواحد يقدر يكمل. هيدي إنه دايما أنا بقول لحالي بوصل لمرحلة كل شيء مسكر بوجهي، ما في شيء ماشي، توصل لمرحلة بتقول أوكي طيب خلص يا عمي، خلص بقى سكر المكتب، سكر، وقف كل شيء، في استوديو ما بعرف شو هيك. بس إنه هيدا فشل، هيدا الفشل، مش بس تعملهن وتفشل هو الفشل، الفشل بس بحياتك توقف القصص اللي عم تعملها اللي في مجال يكون صار فيها فشل لأنك عم تشتغل عليها ولأنه بدك توصلها بالآخر، إنك توصل الشغلة هي المهم. بس الفشل إنه تستسلم للشغلة، هيدا فشل بالنسبة لي. الباقي كله إذا صار فيه فشل أو لا ماشي الحال، نحن ماشيين. هل بتقلب الصفحة بسهولة؟ اي بقلب، لا بتعلم كثير منها اكيد، مش هيك في قلبها لانه كون تعلمت النتيله منها بقى في روح على المرحله الجديده. نديم كرم في حديث اخر، استراحه رعود من بعد، خليكم معنا. بعد هذه الاستراحة نعود إلى نديم كرم في حديث آخر. أب لثلاثة أولاد، صبيتان وصبي، أما الصبية الثالثة زوجته كايا فيستمد منها عناد المثابرة في الحلم. نديم كرم وجواهر عمره في هذا التقرير. في اليابان كان لقاء نديم وكايا الأول، ودخلا بنعم عالية واثقة القفص الذهبي. هي من جذور زيمبابوية إنجليزية، وهو المهندس الفنان اللبناني، وعرفا هو وهي كيف يتكاملان في كل التفاصيل. وكانت خميرة زواجهما ثلاثة أطفال رائعين، تارا وساشا وساندرو. يسير الصغير ساندرو 9 سنوات على درب والده، ومسك البداية بورتري نديم. Papa, ça c'est Nadim Karam. C'était l'anniversaire de papa. Alors je lui ai fait ça. Il y avait un nuage et papa dit que ça c'est des genres d'ascenseur. La femme du couple à côté. Et moi j'ai fait comme si elle jouait du harpon. Le pêcheur pêche des immeubles. Je l'avais dessiné pendant qu'il écrivait. أما تارا وساشا فتملكان أحاسيس نديم ورقة كايا ونظرة ساندرو. لو حد تاخد معه كتير شغل وبيفكر شيء فيها كمان كتير وبيحب إنه نتعرف على كتير أشياء ومنشوف كمان غير فنون. وإذا كان الرسم والنحت هوايات عند بعض البشر، فهما كل حياة نديم كرم الذي ينام ويستيقظ وهو يحلم في أبعاد أشكال تلوح في مخيلته، ويأبى الاستراحة قبل أن يترجمها في رسومات ومنحوتات يلتقط فيها الغيمة ويحرر الفيل ويحلق في الفضاء. و
وما أنجز وأتم حتى الآن حتى هذه اللحظة ضمهم في 3 كتب حررتها كايا، وهي أربن تويز، فوياج، وذا كلاود، وكتاب رابع سيرى النور قريباً. أنا كثير فخورة من بي وبحب كثير شغله. يجي من الشغل تعبان بس بيقضي وقت معنا. وقتها منروح على الجبل هو كثير بحب ينكت وبينزح ومنحب نضل سوا ومنروح نقطي فول وكل شيء بالجنينة. وتبقى لحظات من العمر لا تنتسى حين تلتقي كل الأسرة على اختلاف الأجيال في درعون، ويعود الكبار صغاراً ويرى الصغار تلاحم الكبار تحت جناحي أم نديم نادية. إنها لحظات من العمر لكل العمر. ممتن بابا بوسي. صحيح، لحظات من العمر. يعني وقتها منشوف ساندرو بتحكي عنه بتدمع عينيك حتى هلا، يعني بعد ما شفنا هالتقرير عم لاحظ الى اي درجه عينيك رورقت بالدموع. هل يسير ابنك على دربك؟ وهل ابن الفنان يستحق ان يصبح دائما فنان؟ هلا هي فيها موهبه كمان. هلا ساندرو انا عم بجرب، لانه بتعرف الولد بس يكون عمره بين بحس من 5 لـ9 سنين بيرسم هو تلقائيا، ما بده حدا يقول له شيء. بس بعد 9 سنين تعلمت من خياته الكبار بصورته، واحد يلقط القلم ويرسم تصعب شوي، بلش يستحي. هاي المرحله اللي فيها بين 9 و12 انا بحس لازم واحد اذا بيشوف عند ابنه او عند بنته مجال انه في قوة بالرسم أو بهالشي إنه يطورها معه يقدر يقطع هالمرحلة. بهيدا عم جرب أعمله مع ساندرو، ما بعرف إذا رح يكمل يصور فنان أو لا، بس بتمنى إنه هالمرحلة يقدر أعملها معه حتى هو منه لحاله يشوف إذا بده يكمل بهالطريق أو لا، لأنه طريق منه سهلة أبدا. إذا بده يكملها ما بعرف شو بدي، إذا بدي إياه يكملها أو لا، لأنه مصاعبها كبيرة ومهمة، وحتى تقدر تتخطيها بدها درب، مثل ما قلنا بدها وقت، بدها زمن بدها مثابرة، بدها كل القصص. يمكن الواحد كل بدها عالم، كل السمات أو المواصفات هو أخذها منك أنت. على كل حال صعب اليوم أنه الأهل يملوا على أولادهم قرارات حاسمة فيما يختص طبعا بمواهبهم وبما يريدون أو يتوسلون أن يقوموا بالمستقبل. نديم كرم، وانت بتتعب بتتوتر، هل درعون حريصة هي الملاذ هي المكان بتلتجي له؟ هلا البيت اللي عنا اياه بدرعون هو بيت كتير قديم، يعني فوق 100 سنة، 110 سنين يمكن صاروا. بقى هيدي ان درتي صور عنا هيك بيت، اكيد مثل واحد سافر من بيروت وطلع لفوق، لانه الجو غير شيء. في الاولاد عندهم بيسين قدامهم، في واحد ياخذ فرصة هوني، في يقول انا طلعت الويك اند غيرت جو بالمره ورجعت نزلت على المدينه على بيروت على الشغل. يعني بتعطيك هيك نفس جديد. بقى من هالناحيه اكيد درعون خلقت هالجو بالنسبه لي، مع انه الحلم سيان سواء في المدينه او في القريه. مزبوط الحلم على طول موجود. بقى شو بدي اقول لك، هون على الحالتين في حلم، بس كمان بده واحد يرتاح شوي، بده يغير جو، بده الحلم، لانه اذا في تغيير جو بيساعدك تترجع تنشط حالك خصوصا عندما تعيش طبعا في هذا الصخب، مثل ما لاحظنا هلا نحن في قلب العاصمة بيروت وعم نسمع صفارات. مزبوط. الاطفاء وصفارات. مزبوط. الاسعاف وصفارات، حتى الناس العاديين اللي هم بيستعملوا بتعرف زمامير بسياراتهم حتى يقدروا خصوصي طبعا يسيروا طريقهم وحتى يقدروا يبعدوا السيارات ويقدروا هن يخرقوا بيروت. يعني ما في استغنى عنه بالنسبه لكلنا. بالنسبه لكلنا مزبوط، بس بدك تغير جو، مثل بس نقول نطلع على درعون او نروح على بسكنتا او هيدي تغيير الجو بالنسبه لي. وتغيير الجو دائما بتزيد للجو قيمه، هيك بدك تقول. يعني بس ترجع على بيروت او بس تطلع على درعون او بس تروح على دبي او كل هدول، نرجع لقصه السفر والرحله هذا شيء واهميتها، لانه يعني بتخلق قصه. السفر هي بذاتها قصه تتنتقل مطرح للتاني. تختصر كل
كل المدن بيروت، مثل ما قال نزار قباني بيروت والبيروت غيرها. مظبوط. نديم كرم كايا امرأة استثنائية وغير عادية كما يقال، ولو لم تكن كذلك ما كانت قدرت اخترقت. إنسان مرهف الأحساس مثلك، أنا عم بنقول اللي سمعناه واللي عرفناه عنها هي كم يحتاج الرجل القوي الحساس إلى امرأة استثنائية بسنده وبتساعده بحياته. يعني كايا رفيقة العمر، يعني كل المراحل الصعبة مرقناها سوا وشجعتني كتير فيها، وكل مرحلة نحس إنه برجع بحكي إنه رجعنا على الصفر بتقلي لا ما في صفر، بس إنه في مراحل بتحس حالك إنه عم ترجع تبلش عن جديد، كانت هي دائما موجودة تتشجع هالشي. وبعنا مثل ما كايا بما أننا من زيمبابوي ومن أصل إنجليزي، أنا عندي الجذور اللبنانية كتير مهمة عندي، يعني إذا طلعت على فسرت لها إياها إنه إذا طلعنا بس كنت على درعون شفنا كل العائلة، بينما هي ما عندها مكان ثابت، وهيدا بيخليني دايما أفكر بالسفر وبالأمكنة اللي واحد بيروح عليها. عائلتها كتير صغيرة، تقدرت شفت عائلتها، عملت مشوار على نيوزيلند، رجعت رحت على ساوث أفريكا، رحت على إسبانيا ورحت على لندن، وهي عائلتها 5 أشخاص، أنا عائلتي 150 شخص شفتهم بمشوارين، واحد على درعون وواحد على سكنتا. يعني الفرق أنا عندي هالجذور بتجي بتشوف شغلة واحدة ومسكرة، وما قدرت فهمت أكثر اللي ما وراء الحدود، اللي ما في حدود للقصص، وهيدي دائما بتشجعني بتخليني اشتغل أكثر اطلع برات حدودي، لانه الحدود اللي نحن فيها كانه انا اذا بتقلي بس كنت او درعون كثير مهمين بالنسبه لي، يعني شو هيدي مطرح ما خلقت وهيدي مطرح ما كبرت وهيدي مطرح، يعني فينا نقول انه انت الجذور وهي الاغصان. إذا بدك منيحة هيك، منيحة تحطها واحد. مزبوط مزبوط، معنى هو ضد الجذور. أيوة أنا لأن الجذور بتشدك. مزبوط. الأرض بتعيش بالعتمة بالظلمة مع الدود، بينما الأغصان بتتفرع دائما نحو الضوء ونحو السماء. كتير حلو هيدا أكيد، لكن أكيد. أنت عندك مرجع وهي ما عندها مرجع، وهالشي بيخوف، لأنه اللي ما عنده مرجع ما بيتعلق بالإشياء وبالناس. كمين كمين يكون في عنده دائما هذا التوق إلى اكتشاف أمكنة جديدة وأزمنة جديدة أيضاً. مظبوط، هالكومبليمنتاريتي كتير مهمة. نديم كرم، عينك دائماً مثل ما قلت على مكان السفر، العبور، الفضاء، هل أنت في تحديد الهوية ابن هذا الكون، ابن هذا العالم؟ ليه لا، كتير مهمة هي. أنا بالنسبة لي الفيزا تبعيتي هي شغلي، يعني بس روح لمطرح ما مش ضروري أقول له أنه أنا لبناني بدي روح لهون، فرجي شغلي، هيدا شغلي بيعطيني هوية إذا بدك، مش إنه أنا بفتخر جواز مرور، وأنا بفتخر بلبنانيتي، ما عندي أي شك بهالشي، بس إنه بحس إنه إيه نحن كلنا أبناء العالم، ونحن لازم نكون هيك، ولازم نعبر عن هالشي تنقدر نطلع برات هالتكوين الصغير اللي عم تخلينا دايما نحور حول ذات المشاكل بهالبلد. لازم نتقبل غيرنا، يعني شو ما كان غيرنا لازم أول شيء نفتح حوار معه تنعرف إذا اللي عم بقوله مزبوط أو لا، مش نسكرها من الأساس. يعني هيدي قصة واحد يفتح حوار كتير مهمة، واحد يقدر يخلق نيغوشيشن، يقدر يخلق مفاوضات، يستمع للآخر، يستمع للآخر، ما يكون حوار طرشين. أهم شيء يعني خيال أنت حوار طرشين ناس ما بيسمعوا. ما لا مش هيك، نحن بدنا نتسمع بعض. نديم كرم، ما هي مكان ضعفك؟ ما هي نقاط ضعفك؟ نقاط ضعفي بك تسأل كايا مين شو هي نقاط ضعفي؟ هنالك فكرة سائدة إنه الفن ما بيطعمي خبز. هذا شيء صحيح؟ لحد هلا صحيح. عم تتغير الظروف بالنسبة لإلي، بس إنه بداية الفن وحتى يصير عندك نتيجة بالفن أكيد مش عم تعمله مع إنه الفن بأمريكا بيعلموك كبروفيشن، يعني تقدر تعيش منه، بينما بالنسبة لإلنا الفن لا، هو شغلة مثل ما قلت داخلية عم تعبر عنها. هيدي أول شغلة، هيدي اللي عم تعبر عنه لازم إذا بتحس فيه ضرورية إنك تعبر عنه ما توقف عن تعبيره، بتكون عم تخلق فن مش جاي من وراء
مصاري أو تقدر تعيش منه أو هيك، بس بالآخر كتير مهم إنه الفنان يقدر يعيش من فنه. أنا مع إنه الفنان يقدر يعيش من فنه. هل أنت شكلت استثناء؟ مش واحدة، بس إنه عم بتصور استثناء إنه بفني عم بقدر أعيش من فني، وبتأمل إنه كل فنان لازم يتوصل لهالحد. الفن منه العيشة بالفقر، الفن كمان عنده من بعد الفكر اللي بتقدر توصل له، الفن لازم يقدر يعيشك مظبوط كمان. أنا بوصل لسؤالي الأخير، نعم. هل يشيخ الإبداع؟ لا لا، الإبداع دايما شاب، دايما أنا بتمنى دايما فتي 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 الإبداع أكيد ونظر، وبيضل هيك بيضل هيك، وبتمنى أنه ما هو مع الشباب ببلش الإبداع. يعني واحد بده يكون هيك عنده بداية إبداعية بتخلق معه هو وعمره 10 سنين 20 سنة، خلص تكون صار عنده، صار فيه يبلش يعبر عنه. وأنا بشجع الكل إنه يعبروا عن فنهم ويعبروا، أهم شيء يعبروا حتى لو فشلوا، لأنه لازم يعبروا، كلنا لازم نعبر سوا. نحن وصلنا لنهاية حديثنا وحوارنا، أنا استمتعت بهذا اللقاء اللي حكينا عنه منذ زمن وبالأخير تم. نديم كرم، يعني هذا اسم عزيز علي، أنا ابني رضيع اسمه نديم كرم. واو خي، بقى أنا سعيد جدا أني اكتشفتك وأني تعرفت عليك، وبتأمل يكونوا المشاهدين أيضا اكتشفوك معي بهذه الحلقة. بدي اتركك ترجع لأحلامك، بس قبل هالشي إذا تحب تختم على طريقك تفضل. أنا ممنونك كمان من هالنقاش اللي صار سوا، ومبروك على نديم، وبتمنى أنه يصير فيه بالمستقبل بيني وبين نديم. ونديم بتعرف دايما التشالنج مهم بالحياة، بس تكبر بدك تشوف أنه الصغار عم بيكبروا وتساعدهم، بس ضل أنت عم تكمل. وبحب أقول للشباب أو للأولاد اللي عم بيطلعوا أنه الإبداع، الحلم، الجرأة، المواصلة، كلهم هيدول كتير مهمين، وبتأمل أنه كلهم يحبوا ما أنا أتمنى أني أمشي على غيمة نهار هن كمان يتوصلوا يمشوا على الحلم اللي بدهم يعملوه. هيدا تمني لكل الشباب اللبنانية والعرب، على أمل أنه يرجعوا على الأرض. نرجع دايما من الأرض عم نشتغل. لا نديم كرم، نرجع. شكرا، تسلموا، تصبحوا على خير.